السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج ديسكوفر KG2 الترم الثاني. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الأول والدرس الثاني طبقا لدليل المعلم، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب ياريت معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين هنا منهج كيندر جارتن 2 KG2 ديسكوفر، اكتشف ترم 2 الترم التاني. ويلا نشوف البيج اللي بعد كده، خليكم معايا. طبعا هنا بيوضح خطة الوزارة لتنمية وتطوير التعليم، وإن شاء الله هي خطة طموحة هتنتهي إن شاء الله لسنة 2030. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، وهنا كلمة السيد وزير التعليم والتعليم الفني، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. وأول صفحة في الكتاب فيها طبعا النيم أو الاسم، بنكتب اسمنا. contents المحتويات. وأول حاجة المحور الثالث، How the world works، كيف يعمل العالم. وهو بينقسم لثلاث شباتر أو ثلاث فصول. Chapter 1 Welcome to our community، Welcome يعني مرحبا، to our community في مجتمعنا. فهنا بيوضح ان حد بيرحب بحد في مجتمع جديد هو لسه رايحه. Chapter 2 Playing with new friends، playing يعني نلعب، with new friends، new يعني جديد، friends يعني أصدقاء، إن احنا بنلعب مع أصدقاء جدد لينا. و chapter 3 أو الفصل الثالث، to market إلى السوق، طبعا بيوضح إن انت هتروح السوق وأكيد هتشتري حاجات منه. والمحور الرابع chapter 1 الفصل الأول فيه sounds of music، sounds يعني أصوات، sounds اللي هي الأصوات، of music الخاصة بالموسيقى. chapter 2 الفصل الثاني stories we tell in art، stories يعني قصص، والمفرد بتاعها طبعا story. we نحن tell بنخبرها، in art عن طريق الفن أو في شكل فني معين. و chapter 3 أو الفصل الثالث Friendship يعني الصداقة، والشابتر ده بيتكلم عن الصداقة. وآخر جزء في الكتاب هو الماس جورنال، الماس جورنال أو كراس الماس أو الجزء الرياضي. ويلا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. طبعا دي كلمة ترحيبية، وهنا بيرحب بأصدقائهم وبيقول لهم احنا بنوفر لكم كل الدعم وكل الأدوات في مدينتكم وفي بلدكم علشان تتعلموا بشكل متطور وجميل. وبيقول لهم في الآخر We hope you enjoy this new learning experience، We hope you enjoy this new learning experience، احنا بنتمنى ان انتوا تستمتعوا بالتجربة وبالخبرة الجديدة دي في التعليم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وده طبعا الكوفر بتاع شابتر 1 او الفصل الاول في المحور الثالث. المحور الثالث How the world works، كيف يعمل العالم. شابتر 1 في او الفصل الاول في Welcome to our community، مرحبا في مجتمعنا. وزي ما احنا شايفين الكوفر مرسوم عليه بيوت كتيرة ومباني كتيرة. ويلا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ودي اول صفحة في شابتر 1، وهي بيج نمبر 3 او صفحة 3. عنوانها Sarah moves to town، Sarah اللي هي البنت سارة، moves اتنقلت، اتحركت واتنقلت، to town الى المدينة. هي ما كانتش عايشة في المدينة، وهي انتقلت هي وأسرتها طبعا إلى المدينة. فهنا بيقول لك read the story، read the story يعني اقرأ القصة. وهنا جايب لنا سارة زي ما احنا شايفين، ومكتوب تحت الصورة Sarah moves to town، سارة اتنقلت وانتقلت إلى المدينة. Sarah feels، سارة بتشعر nervous، سارة متوترة. Sarah feels nervous، سارة feels يعني تشعر nervous يعني بالتوتر.
والصورة التانية لسارة مكتوب تحت منها she wonders. she wonders يعني هي بتتساءل, wonders يعني بيتساءل. what is the town like, what يعني ما أو ماذا, is the town like تشبه المدينة, شكلها ايه المدينة اللي هي رايحاها دي. فعلشان كده هي بتتساءل المدينة دي شكلها عامل ازاي. وطبعا في الصورة التالتة موجودة هي بتلعب في متنزه او في مكان لعب, ومكتوب تحت منها where will she play, where يعني اين, وده للسؤال عن المكان. will she play هي هتلعب, هتلعب فين, المكان اللي هتلعب فيه هو فين. وتاني حاجة where will she learn, اين هي سوف تتعلم, will يعني سوف, وده طبعا بيوضح ان هو او ان هي بتسأل عن حاجة في المستقبل لسه ما حصلتش. فهو بيقولك هي سوف تلعب فين, اين ستلعب, واين ستتعلم, اين هي سوف تتعلم. والصورة الرابعة مكتوب تحت منها وهي واقفة طبعا في مكان في بضائع وحاجات ملونة كتير, وبيقولك where اين will she shop, shop يعني يتسوق, اين سوف تتسوق, هتشتري الحاجات اللي هي محتاجاها فين. والكلمات الجديدة في البيج هنا moves, moves يعني يتحرك, to الى town, town يعني المدينة, nervous, nervous يعني متوتر, feels, feels يعني يشعر, wonders, wonders يعني يتساءل. طبعا what احنا عارفينها يعني ما او ماذا, و like يعني يشبه, will يعني سوف, play يعني يلعب, where طبعا اين, learn, learn يعني يتعلم, shop, shop يعني يتسوق. واحنا كده شرحنا الدرس الاول طبقا لدليل المعلم, ونتنقل للبيج اللي بعد كده علشان ناخد الدرس التاني. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 4 او صفحة رقم 4, وعنوانها Describing Buildings. Describing يعني نوصف, Describe يعني بيوصف حاجة, Describing يعني احنا بنوصف شيء, Buildings, Buildings المباني, يبقى Describing Buildings ان احنا بنوصف المباني, وصف المباني, وصف المباني. والدايركشنز بتاعتها بتقول draw, draw يعني ارسم, a circle, circle يعني دائرة, around a window حوالين كل شباك, draw a rectangle, draw a rectangle يعني ارسم مستطيل, around a door حوالين كل باب, draw a triangle ارسم مثلث, around a sign, sign يعني لافتة يعني يافطة يعني علامة. فانت هترسم triangle او مثلث حوالين كل علامة او كل يافطة مكتوب عليها حاجة. count, count يعني عد, with your teacher مع معلمك. فاحنا هنشوف المبنى الاول هنا, في عندهم 1 2 3 4 5. المبنى الاول ده في 5 windows, فالمفروض احنا كنا هنرسم حوالين الويندو سيركل, يبقى هنرسم هنا 5 circles, 5 دوائر حوالين كل ويندو سيركل. تاني حاجة موجود في 1 door, باب واحد, فنرسم حواليه rectangle يعني مستطيل, يبقى هنرسم rectangle واحد او مستطيل واحد. في هنا sign مكتوب عليها building او مبنى, الساين او اللافتة مكتوب عليها building او مبنى, وهو قال لنا نرسم حوالين الساين triangle يعني مثلث, فهيبقى عندنا triangle واحد. يبقى عندنا في المبنى الأول في 5 circles, 1 rectangle and 1 triangle. وهنا صاحبنا بيقول this are buildings, هذه هي مباني, in my town, في مدينتي. They are different size, different يعني مختلف, sizes يعني أحجام. They are different sizes, different يعني مختلف, sizes يعني أحجام, فهو بيقولك إن أحجامها مختلفة. they have windows,
المباني دي عندها شبابيك، doors doors يعني أبواب، and signs signs ولافتات. والمبنى التاني مكتوب جنبه office أو مكتب، واحنا عرفنا ان احنا بنحط حوالين كل sign triangle. triangle يعني مثلث، فهنا اول حاجة triangle. تاني حاجة فيها كام window؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. عندنا 17 ويندو او 17 شباك، فهنعمل حوالين كل ويندو سيركل، يبقى عندنا 17 سيركل. وعندنا دور واحد او باب واحد هنعمل حواليه ريكتانجل زي ما هو طلب مننا، يبقى عندنا 17 سيركل 1 تريانجل اند 1 ريكتانجل. 17 دائرة حوالين الشبابيك، 1 تريانجل او مثلث واحد حوالين اللافتة اللي هي مكتوب عليها اوفيس، واوفيس يعني مكتب، 1 ريكتانجل، ريكتانجل يعني مستطيل، واحنا بنرسم ريكتانجل حوالين الدور، الدور اللي هو الباب. والكلمات الجديدة هنا describing، describing يعني نوصف، buildings، buildings المباني، circle دائرة زي ما احنا عارفين، rectangle يعني مستطيل، window، window يعني شباك، around، around يعني حولة، door، door يعني باب، triangle، triangle يعني مثلث، sign، sign يعني لافتة يعني يافطة، بيبقى مكتوب عليها حاجة لافتة، count عد with your teacher مع معلمك، وbuilding building يعني مبنى، وoffice office يعني مكتب. ونتنقل للpage اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لpage number 5 أو صفحة رقم 5، وعنوانها planning. planning يعني نخطط، يعني نرسم، a building، a building يعني مبنى. فهنا planning بمعنى ان احنا بنخطط لرسم او بنرسم مبنى، هي planning بمعنى نخطط، وممكن تكون بمعنى نرسم، a building، building يعني مبنى. وهنا ال directions بتقول draw، draw يعني ارسم، a local building، local يعني محلي، building يعني مبنى، مبنى من المباني اللي احنا بنشوفها في حياتنا اليومية في الشوارع كلها، ارسم مبنى عادي، local محلي، building مبنى. the building المبنى ده should have، يجب ان يكون لديه، لازم يكون فيه، a door، door يعني باب، windows، windows يعني شبابيك، and a sign، a sign يعني لافتة. يبقى انت هترسم هنا مبنى، ولازم المبنى ده يكون ليه باب، ولازم يكون فيه شبابيك، ولازم كمان يكون ليه sign او لافتة بتقول المبنى ده عبارة عن ايه، سواء كان building عادي، building مبنى، ولا office مثلا اللي هو مكتب. وبكده نكون شرحنا درس النهاردة، وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو استفدت اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.